في معلومة كتير مهمة يا روان، شو هي؟ أول ما نذبح الأضحية لا تشتغلي باللحم. شو نعمل؟ اللحم بتكون الدورة الدموية لسه شغالة فيه، الأنسجة بتكون لسه شادة، يفضل إنه ينحط بتبريد لمدة 24 ساعة. طب بدنا نطبخ أول يوم عيد؟ ماشي، يعني خليه ساعتين ثلاثة أربعة للمساء، ما في مشكلة. أوكي. عرفتي؟ بس إنه في ناس بتذبح هلأ بتطبخ هلأ، بتضل اللحم شادة. أول إشي جبنا كتف قطعناه، بناخده قطع متوسطة. شو بنعمل؟ عنا حكينا بطاطا، عنا بصل، عنا توم، عنا فليفي ألوان، بناخد إشي إشي. بس بدي أخد أول إشي اللحم وأتبله. بنحط اللحمة، بنحط البابريكا، كل إشي بدنا نحطه على اللحم بدنا نحطه على الخضار. حلو، نفس المبدأ. أوكي، هاي البابريكا. جميل. فلفل أسود. كركم. وهي كاري. رشة الملح لا غنى عنها بكل مكان. صحيح، سبحان الله، لانه يعني كل شيء طعم لطعم. صحيح، لا يعني حتى لو حطيت شايف كل هالبهارات ما في طعم بدون الملح. طبعا طبعا، زيت زيتون او زيت عادي، زيت نباتي. بنحط البطاطا. اذا حطيتي اول شيء بطاطا. البطاطا، بنحط البصل. البصل، شايفه روان؟ بنحط كل شيء، اهم شيء التوم. تومه، ما شاء الله حبات التومة عندك. كبيرة، لازم يناسب ال مدفون. شايفة روان؟ هلا كل شيء حطيناه على الجاج بنرجع نحطه على ال زي ايش؟ هذا كركم. هذا كركم. ايش نحط كمان؟ البابريكا أساسية. بالمدفون بالضبط. اوكي، الكاري. فلفل أسود. هي أم خالد قطوف من مادبة بتصبح عليك. يا صباح الورد. يا حي الله بأهل مادبة. أهل مادبة بتحماها. شايفة. بنحط مرق دجاج. مرق دجاج. فلفل أسود حب. لأنه بدنا إياه هلأ بحكي لك وين. وبنحط حبات جرينفل. وبنحط ورق غار وعود قرفة، وبنخلي لأنه بدنا إياه كمان. ونسينا الجزرات. لا إلا الجزر. لا بنحطه عادي. نحط الجزر. وآخر إشي بدنا نحط يا روان البندورة. البندورة. هيك إحنا خلصنا طبقة الخضار. صحيح. كل هاي الخضار مجرد ما تحطيها على نار واطية بتنزل ميتها. من ميتها بتستوي، ما بنحط ولا نكتة مي على الوصفة. حلو كتير. لحمة. هلأ قبل ما نحط اللحمة على الخضار لازم نعمل خطوة. شو هي؟ بنحط بطنجرة مي. تمام؟ بنكون غاسلين وناقعين الرز حبة طويلة، أقل إشي ربع ساعة. أوكي. تمام؟ بنحط بالمي ورق غار، عود قرفة، وبنحط حب قرنفل وحب فلفل أسود. تمام. شو بنعمل؟ بنستوي الرز ثلاث أرباع استوى. أوكي. تمام؟ يعني بتتركيه من 7 لـ10 دقائق بالمي. هاي أهم خطوة. يلا. هلأ بنصفط اللحمة فوق الخضار اللي احنا حطيناها. ايوه. سيد ست بتحكي لي انا ما عندي طنجره ضغط. عادي، حطيها على الطنجره عاديه. زي ما حكيت لك، اترك الخضار 20 دقيقه على نار واطيه تنزل ميتها تستوي. هي واللحمه، بعدين ارجعي اشخلي الرز زي ما احنا عملنا. وبتحطيها فوق المكونات كلها اللي حطيناها، وبتتركيها تقريبا ساعه وربع على الغاز. هذاك الرز اسمه رز مشخول. رز مشخول. من المي اللي كلها بتنزلها بطنجرة. هلأ شو كمان إنه اللي بيساعدنا بالضغط إنه يستوي كله بنفس الوقت؟ أوكي. إنها ستيم، بخار. وما في كمية مي عالية. ورح تكون النار واطية، كله بيستوي مع بعضه. ممتاز. هلأ بنصفط الرز اللي شخلناه. أيوة. فوق كل المكونات اللي حطيناها بالطنجرة. جميل. والرز زي ما حكت سلقته مع شوية هاي حبة ورق غار بس. صحيح. صح. ملح. ملح، ورق غار، حب قرنفل وحب فلفل أسود. ورق القرنفل بس. اللي هو كبش قرنفل. بالضبط. ممتاز. هلأ هيك أمورنا تمام. شو بنعمل؟ طنجرتنا جاهزة، بنغطيها يا روان
وبنتركها على نار واطيه لمده ساعه لساعه و12 دقيقه بالضبط. خلص بنساها الطبخه. شو قدامك؟ هاي ما شاء الله المدفون جاهز, جاهز. هون قدامي. شو رايك تحطي لنا اللوزات على الوجه؟ طبعا يلا هاي رح نحط اللوز بسم الله على وجه مدفون اللحم. هاي زي ما شايفين ما شاء الله شكله بيشهي. تسلموا ايديكي وعينيكي حبيبتي. الف صحه.